وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته أو أصابه بلاء صبر فكان خيرا له. وأقسم بجلال الله أن العسر يتبعه يسر، وأن الهم ينفرج، وأنها إذا ضاقت سيأتي يوم وينسيك الله بمنه ورحمته وكرمه ينسيك الآلام. لكن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا يدعون في السراء. ولذلك عندما نادى ذو النون وهو في جوف الحوت عرف الله هذا النداء. الملائكة يشفعون، تحركت السماء، إنه كان له خفايا وله أسرار مع الله. ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا إله إلا الله أنت سبحانك ليست لي ذنوني فقط عليه السلام، بل هي لكل صاحب غم، لكل صاحب هم. وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من الذي مسه الضر منا؟ ليس رب أيوب فقط، بل هو ربك، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. الله يفرج الكرب. والعجيب أن الله إذا أحب عبدا صب عليه البلاء، لأننا في اليسر وفي الرخاء لربما تضعف عبادتنا ويقل تعلقنا. ولذلك أحبابي كما قال السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وثق في الله. الذي ييأس من روح الله عبد لا يعرف الله. الأمور ترجع إلى الله، والمقادير بيد الله، وعاقبة الأمر إلى الله، ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت العاقبة بيده فلماذا تضجر؟ أعرابي قال له واعظ: ويلك من الله. قال: ومن سيقوم بحسابي بعد موتي؟ قال: الذي سيحاسبك هو الله. قال: أمنا فما عرفنا الخير إلا من الله. ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن، وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان، إنما هو وسوسة الشيطان. ولذلك الله سمى من قنط من رحمته ضال، وسمى من حالت القنوط دونه ودون عبادة ربه كافر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قد يوصل القنوط إلى الكفر، نعم، يوم أن تغلق الأبواب، والذي غلقها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. أين الله؟ كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام في فأل وفي ثقة بعطاء ربه في قمة الظروف الحالكة، أبواب مغلقة، دنيا كل من فيها كلهم يعادونه، في المدينة في غزوة الخندق يهود ومنافقين ومشركين وخيانات، ومع ذلك كان يضرب بمعوله في الخندق فيرى ويبشر بفتح بصرى وبفتح صنعاء عليه الصلاة والسلام. يعرف ربه. ولذلك إذا رأيت إنسان يسكب الدمعة حزنا وقنوط، كل يا شيخ ما طقيتها يمين انقلبت يسار، كل ما أردتها تستقيم اعوجت اعوجاجها، لأن الله يريد أن يسمع صوتك وقرعك لبابه. أحب سماع صوتك فواصل، ليس عجزا من نصرتك ولا من عطائك، أحب سماع صوتك. ألا تحب سماع، أو ألا تحب الوقوف بباب الله؟ أما أذلنا الخلق ونحن نقف بين يدي أبوابهم؟ أما مددنا الأيادي لهم فبصقوا في أيدينا وجحدوا لنا معروفنا وطردونا من أبوابهم؟ ألا تقف أمام الله وباب الله الذي لا يرد السائلين؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اليأس إذن انقطاع للطمع في الشيء
حتى يصل الإنسان إلى القنوط، واليأس يسبق القنوط، القنوط إغلاق لكل باب. البعض منا لو أتى شخص قال دينك عندي، علاج ابنك عندي، نام الليلة قرير العين، ويمكن يصبح واللي قالت عندي ميت هو وما يلقاه في الصباح، لأنه سبب. لكن لو أنه رفع اليدين إلى الله دون أن يشترط عليه، ودون أن يقنط من رحمته، ودون أن ييأس من روحه، والله ليأتينك الفرج قادم من أين لا تدري، لكن الذي بيده مقاليد كل شيء القدير السميع البصير بيده سبحانه لك الفرج، فكن معه جل وعلا. ذم الله في كتابه القنوط، ولذلك عندما قال جل وعلا في سورة الحجر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال النبي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكل قانط، كل يائس، كل من ضاقت عليه مناكبها وظن أنه لا منجى قط، قل المنجى من الله ثم إليه، عد إلى الله. كل إذا خفناه، كل واحد نخاف منه نهرب منه، إلا الله إذا خفنا منه هربنا إليه، وعنده سبحانه عنده الفرج، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول جل وعلا واصفا حال المؤمن، أحبابي كم ساعات الألم في حياتنا، وكم ساعات العافية، كم عافاك من يوم، وكم أمرضك من يوم، كم أغناك من يوم، وكم أفقرك من يوم. مما يستحيي العبد منه من الله أنه لو حسب ساعات العافية لما صارت أمام المرض شيئا. عافى بعضنا 60 سنة، فلما أمرضه بعد 60، لأن له منزلة عنده في الجنة لن يبلغها بصلاته، لن يبلغها إلا بالبلاء، فابتلاه ضجر ويأس وقنط واشتكى الله على خلقه. أعوذ بالله من القنوط، وأعوذ بالله من هذا الكيد الشيطاني. ولذلك يقول الله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. كل البلايا نحن أسبابها، وكل المصائب نحن من استجلبها، إلا إن كنت عبدا تقيا فالبلايا والرزايا لرفعة منزلتك. أنبياء زوجاتهم ما آمنوا، نوح ولوط وكثير، وأنبياء أبناؤهم هلكوا كنوح، وآباؤهم كإبراهيم، وأعمامهم كمحمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما يئسوا وما قنطوا مع أنهم يرونهم قد هلكوا إلى النار. إذن اليأس من رحمة الله، والقنوط سببه الشيطان، وما أصبنا من البلايا إلا بسبب ما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير.